أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا طالب علم أحفظ الكثير من المتون بالتوحيد والفقه والحديث، وكذلك أحفظ القرآن كاملا، ووفقني الله أن شارفت على انتهاء الحفظ الصحيحين قريبا، وقرأت على الكثير من المشايخ. يقول: أنا طالب علم أحفظ الكثير من المتون بالتوحيد والفقه والحديث، وكذلك أحفظ القرآن كاملا، ووفقني الله أن شارفت على انتهاء الحفظ الصحيحين، وقرأت على الكثير من المشايخ، ولكن كلما أردت إلقاء بعض الدروس أجد في نفسي عدم الكفاءة، وأتردد كثيرا مع العلم أني أطلب العلم منذ ما يقارب 10 سنة. أرجو من فضيلتكم التوجيه، وما العمل في هذا الأمر؟ هذا شيء طيب، وهذه نعمة من الله، حفظ القرآن، حفظ متون السنة والأحاديث الصحيحة، لكن يا أخي ما يخفي الفهم، لا بد من الفهم، لا بد من التفقه في دين الله على أهل العلم. فلو إنك ما تحفظ شيء إلا بعد أن تفهمه لكان هذا أحسن، تتمشى مع الحفظ والفهم معاً خطوة خطوة، كما قال بعض الصحابة: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. قال: فحفظنا العلم والعمل جميعا. يعني كونك تشتغل بالحفظ اولا ثم بعد ذلك تريد ان تتفقه فيها بعد ما تنتهي، هذا ما هي طريقها ناجحه. طريقها الناجحه انك تحفظ شيئا فشيئا ولا تعدى شيء الا وقد فهمته وحفظته، لا من القرآن ولا من السنة. هذه طريقة التعلم الصحيح. المطلوب منك أنك تعيد النظر بمحفوظاتك وتسترجعها على أحد المشايخ أو على جملة من المشايخ، كل شيخ أو كل عالم في فن من هذه الفنون، وتتمشى معه شيئا فشيئا حفظا وتفهما. هذه هي الطريقة الصحيحة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأما قضية الكلام وإلقاء الدروس هذه بعدين ما هو يعني أمر سهل، إنما الكلام على التأهل الآن والتأكيد. أما قضية الإبلاغ والدعوة إلى الله فهذه إذا استطعت فيما بعد تقوم بها بعد ما تتأهل وتتأسس عندك المعلومات. أما الآن أنت حفظت هذه النصوص وبقيت مشوش الفكر، يعني ما درستها بمعانيها وفقهها ومداركها، فلا بد من حديث التشوش، لأنك لم تأخذ العلم بالطريقة الصحيحة المنهجية المتمشية شيئا فشيئا. نعم، مثلا في الحديث كنت بدأت من المختصرات، لو حفظت البلوغ أول شيء، لو حفظت بلوغ المرام أول شيء وقرأته على أحد المشايخ، ثم حفظت عمدة الأحكام المعقولة من الصحيحين قرأتها على أحد المشايخ، ثم بعد ذلك أحفظ في المدونات الحديثية وتتدرج شيئا فشيئا. الفقه تبدأ من أداب المشي للصلاة، ثم متن الدليل، ثم متن الذات، وهكذا تتدرج من المختصرات إلى المتوسطات إلى المطولات. العلم هم يؤخذ دفعة واحدة، وإنما يؤخذ شيئا فشيئا، ولا تأخذه على نفسك أو على حساب، إنما تأخذه عن أهل العلم. ولا مانع أن تأخذ عن هذا العالم النحو، تأخذ عن هذا العالم أصول الفقه، تأخذ عن الثاني الفقه، تأخذ عن الرابع التفسير، وهكذا.